باليرمو يعني من الواضح انه او التحضير له يسير على نفس غرار التحضير لباريس. الجداول الزمنيه المتفائله جدا والتي يعني تم تسريبها تنبئ بان الفشل هو نصيب باليرمو كما كان نصيب باريس، خصوصا ان السيد غسان سلامه في احاطته يعني اوضح العديد من الامور وحديثه عن مؤتمر الجامعه الذي يقول انه من المفترض ان ينعقد في الاسابيع الاولى للعام 2019 والتي لا يفصلنا عنها الا شهر وبضعه ايام تقريبا. يعني هذا الكلام قلناه في السابق وقلنا ان باريس اذا ما اعتمدت على الجدول الزمني المعلن واذا ما كان هذا الجدول الزمني هو يعني حقيقي قبل ان يصدر ذلك الجدول الزمني، كنا نقول انه لا يمكن ان تحل المشاكل الكبيره في هذه الفتره القصيره، وضغط الزمن بهذا الشكل ربما يؤدي الى نتيجه عكسيه وربما يؤدي الى تمطيط المده واستمرار الفوضى فتره اطول.